أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصات. يستمر نزيف العملة الوطنية باستمرار الحرب والصراع في اليمن. وضعت ميليشيا الحوثي يدها على خزانة البنك المركزي فور اجتياح العاصمة صنعاء، صادرت الاحتياطي النقدي المقدر بنحو 4 مليارات دولار، ثم توالت عمليات النهب لتشمل كافة الصناديق والموازنات التشغيلية للقطاعات الخدمية قبل أن تعمد إلى سحب السيولة النقدية من السوق. وزادت حدة الأزمة مع تحول البلاد إلى سوق سوداء مفتوحة وبروز طبقة جديدة من رؤوس المال والأعمال للحوثيين دخلاء على قطاع رجال المال والأعمال اليمني. في غضون ذلك عمدت الميليشيا إلى إقحام العملة في أتون الصراع، ومنعت تداول الطبعة الجديدة في صنعاء بشكل تعسفي وبصورة غير قانونية وبسعر مختلف. وزاد الطين بلة قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن بدون ترتيبات كافية تمكنه من أداء مهامه على النحو المطلوب. عن تدهور العملة المحلية وانعكاساته على الحياة المعيشية لليمنيين سيكون موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع التقرير التالي حول الموضوع. الريال اليمني مجددا يتهاوى أمام العملات الأجنبية وبطريقة مروعة. يقول البعض إنها الأسوأ في تاريخه، فضلا عن انعدام الأوراق النقدية الصغيرة فئة 50 ريالا وفئة 100 ريال، وأيضا فئة 250 ريالا من الأسواق والمحال التجارية في المدينة، ما يفسر أن العملة على وشك الانهيار نتيجة حرب الميليشيا التي سببت تدهورا في الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هنا في محافظة مأرب يتراوح سعر صرف الدولار الواحد بين 490 و500 ريال خلال اليومين الماضيين، ليسجل الريال مستويات قياسية هي الأعلى منذ عقود، وهو ما انعكس على أسعار المواد الأساسية. مع ارتفاع الدولار تعب المواطن وارتفاع المعيشة، كل حاجة هذه الأيام على كلها، وحالة المواطن تعبان مرة. لم نستطع شراء الماء بسبب أنه لا يوجد معه فكة أو سم الصرف. الفكة كما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب انعدامها، خاصة فئة 100 ريال والخمسين والمائتين والخمسين. معاناة كثيرة جدا سواء في المواصلات، في البقالات، في السوبر ماركت. تخبط كبير يشهده سعر العملة المحلية، وأكثر ما يفسر ذلك هو عزوف العملاء عن الإقبال على محلات الصرافة التي بدت خالية في ظل عدم توفر العملات الأجنبية واستقرار أسعارها. الأوضاع الاقتصادية باتت أكثر تعقيدا في ظل الوضع الراهن، وسط تضارب حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الذي يترك تساؤلات عدة، أهمها كيف ستكون المعالجات في المستقبل القريب مع استمرار الحرب وحالة الإرباك لدى الشارع. ليس هناك حلول جذرية لحل المشكلة، وكل ما كان يعني من حلول هي تعتبر حلول مؤقتة، حتى موضوع البضيعة السعودية وغيرها، يعني هذه حلول مؤقتة ربما تستنفذ على فترات بفتح الاعتمادات، إذا تم فتح الاعتمادات قريبا، يعني حسب التصريحات التي قد صدرت أنه سيتم فتح الاعتمادات قريبا في الخارج، ستستنفذ هذه الوديعة. لكن الحلول الجذرية هي بإعادة تصدير الغاز والنفط الذي سيدر العملة الصعبة على البلد والذي سيؤدي إلى استقرار الريال. بالنسبة لاختفاء العملات النقدية الصغيرة أو تسمى العملة المساعدة، لأن البنك المركزي منذ فترة طويلة لم يقم بطباعة هذه العملات لأنها مكلفة على الدولة بطباعتها نظرا لقلة قيمتها ولزيادة تداولها في السوق مما أدى إلى تلفها. التدهور الذي منيت به العملة اليمنية انعكس على القيمة الشرائية للريال، ما جعل المواطن البسيط غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء وانحدار الأوضاع نحو المجهول. في ظل هذا التدهور غير المسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية والذي أوجدت بطبيعة الحال أوضاعا اقتصادية مزرية، تكثر الأسئلة حول جدية الدولة في خلق معالجات حقيقية قادرة على إيقاف هذا التدهور المريع وإنقاذ السوق من كارثة اقتصادية جديدة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب. لدينا اتصال الأخ محمد من المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخ محمد. محمد اسمعني من الهاتف، لو تكرمت واخفض صوت التلفزيون. طيب مشاركتك في هذا الموضوع الذي نخصه اليوم لتدهور العملة الوطنية وانعكاس هذا التدهور على الوضع المعيشي للمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية
كلنا نعرف ان اسعار الصرف زادت 100% من بدايه الحرب الى تاريخه. الان وصلت سعر الصرف الى 514 للدولار و136 ريال للسعودي، وهذا بالتاكيد انه يزيد اعباء كبيره على المواطن في الحصول على الخدمات او المواد الاساسيه، وارتفاع الاسعار 100% اذا ما تكون 200%، وانعدام وتاثيرها على الغذاء بشكل رئيسي. ولذلك الان لا توجد معالجات، الان الاسعار في ارتفاع، اسعار الصرف تستمر بالارتفاع لانه لا يوجد صادرات. يعني الان كل الواردات بالدولار ولا يوجد صادرات بالدولار، فضلا انه الرواتب يتم صرفها بالريال او صرف الرواتب، ولا يوجد اي مدخول، مدخولات اخرى سواء من الموانئ، سواء من المطارات، سواء من الجهات الايراديه، من الضرائب، من ما لا يوجد ايرادات، لا يوجد ايرادات. فبالتاكيد ان الارتفاع سيظل عموديا، العمله الوطنيه تخسر قيمتها بشكل تصاعدي ومخيف 100% بالضبط من بدايه الحرب الى الان. فيعني هذا ينعكس كله على حياه المواطن. اذا كانت الحبه البيضاء اليوم ب 8 ريال و100 ريال من 20 ريال، يعني كيف يعيش المواطن؟ الماء منعدم، الكهرباء منعدمه بالشهور، يعني لها سنين منعدمه، الخدمات مزريه، فهذا كله مؤثر، يؤثر على حياه المواطن. تم نقل البنك يعني بدون تنسيق وبدون عمل حلول للاستيراد، لا يوجد جهات ايراديه، كل الايرادات ضربت، فالوضع وضع كارثي، وكل ذلك ينعكس على حياه المواطن. لا يوجد حلول، لا ارى هناك خطه لدى الحكومه لإنعاش الاقتصاد أو لتنظيم الإيرادات أو لتثبيت سعر الصرف. لمن يقول إن الوديعة ستنقص الصرف، بالعكس، لا, لا كيف تنقص الصرف وأن تطبع على ظهر هذه الوديعة وتدفع رواتب على ظهر هذه الوديعة ولا يوجد الإيراد واحد، كله يذهب إلى العصابة، كله يذهب إلى المتلفدين. هذا الحال للأسف الذي وصلت له اليمن، وهذا لا أرى إنه هناك في أي شيء، ولا حكومة لديها رؤية، ولا وكله يتحمل المواطن البسيط. طيب كيف يتم تحميل الحكومة مسؤولية التدهور في الوضع الاقتصادي في ظل يعني ما زال هناك ربما عبث يتم من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء بالوضع الاقتصادي أيضا؟ إلى أي حد هم أيضا يتحملوا مسؤولية ما حصل؟ بالتأكيد من المسؤولية العظيمة والكبيرة هي على ميليشيا الحوثي الذي أسقطت الدولة ونهبت الاحتياطي البنكي بالعملة الصعبة الذي يقال انه 4 مليار او 5 مليار او 3 مليار دولار، لا نعلم مدى صحة الرقم، ولكن هم الميليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكبيرة في انهيار اسعار الصرف، وتتحمل المسؤولية الكبيرة في مأساة الوطن بشكل عام. لكن الحكومة الشرعية الذي يعترف بها العالم والذي يقدر ان لديها خطط واستراتيجيات وخطط استراتيجية لإنقاذ الوضع وللمحافظة على سعر العملة، لا لا نرى هناك اي تطبيقات على ارض الواقع. يعني على الاقل كان يعني انقاذ ما يمكن انقاذه. يعني الان مثلا بعد رفع البنك، بعد نقل البنك عفوا، استمر تدهور انخفاض العمله الوطنيه. لا يوجد لديهم خطه لتحصيل الايرادات، لتشغيل الموانئ، لتصدير النفط. ما يمنع من تصدير النفط من المناطق المحرره؟ ما يمنع من انتظام الايرادات في المنافذ البحريه؟ ما يمنع من وجود الايرادات النقل، وجود ايرادات الايرادات السياديه في الموانئ، في المنافذ، في المعابر، الضرائب؟ ما ندري. يعني اين الخطه؟ الحكومه مسؤوله عن ذلك، اين الخطه؟ ماذا طبقوا؟ نريد تطبيق 10% من اقل خطه على الاقل. ايوه للاسف. يعني انت الان لا تقارن الدوله في ميليشيا. الميليشيا هي المسؤولة الأولى عن دمار اليمن وعن ما آلت إليه الأوضاع، لكن أنتم دولة وأنتم لديكم خطة واستراتيجية، أين هذه الخطة؟ أشكرك. أين الاستراتيجية التي تطبقوها؟ تساؤلات مهمة أخ محمد، أشكرك جزيلا. شكرا محمد المقدم من المملكة العربية السعودية. اتصال آخر. الأخ عبد العزيز، أهلا بك عبد العزيز. أهلا وسهلا أستاذ ثاني، حياك الله. حياك أخ عبد العزيز، مشاركتك في هذا الموضوع حول تدهور العملة الوطنية والانعكاس على الوضع المعيشي وحياة المواطنين، برأيك كيف انعكس هذا التدهور؟
شوف اولا نجي الى اثبات تدهور العمله. اثبات تدهور العمله اولا جشع المتضاربين بالعمله في صنعاء اللي هم من الانقلابيين وعنصرهم في بعض المناطق. ثاني شيء استخدام العمله كهدف من اهداف الحرب كهدف الصراع من قبل اطراف الصراع سواء كان الانقلابيين صنعاء الحكومه الشرعيه في عدن، يعني استخدموا العمله كهدف من اهداف الحرب. ومن ضمن الاسباب مثلا منع الحوثيين تداول الطبعه الجديده اللي هي فئه 500 او فئه 1000 ريال في مناطق سيطرتهم لا تعتبر صوره غير قانونيه وبشكل همجي. كذلك قرار محافظه مارب منع بيع الغاز المنزلي الا بالعمله الجديده هذا ادت الى تدهور العمله. كذلك حجب السيوله على المصارف بسبب منع التعامل بالشيكة. كل هذه الأسباب وأسباب أخرى أدت إلى تدهور العملة بشكل فظيع، مما انعكس سلبا على المواطن. غلاء سعر الحبة البيض 8 ريال كما ذكر الأخ محمد المقدم في طيب يا عبد العزيز لو تشرح لنا فقط كيف أن المضاربة واستخدام العملة كأداة من أدوات الصراع، لو تشرح لنا هذه النقطة. يعني استخدمت الحوثيين يعني التجار اللي يتبعوا جماعة الإنقلابيين يعني يحاولوا أنهم يقضوا على العملة الأجنبية داخل السوق ويستخدموا السوق السوداء في هذا المجال، وبذلك بدأوا أنهم يشتروا العملة الأجنبية من الأسواق وبيعها بشكل فظيع من أجل وهم هؤلاء التجار يتبعوا جماعة الحوثي. كذلك المصارف اللي تتبع الحكومة الشرعية في عدن استخدمت هذه الطريقة، وبذلك يستخدموا هذه العملة كأداة من أدوات الحرب. وهذه كلها تنعكس انعكاسا سلبي على المواطن، يعني لا همهم مواطن ولا همهم أي حاجة. كذلك من ضمن الأسباب نقل البنك إلى محافظة عدن يعني بصورة عاجلة بدون دراسات بدون تخطيط بدون يعني دراسة اقتصادية وسياسية ومالية. كل هذه انعكست سلبا على المواطن. المواطن الآن يعاني، ومثلا الانقلابيين في صنعاء يستخدموا هذا الشيء وجيوبهم مليانة وتجارهم أغنياء وهم أغنياء يبنوا الفلال يبنوا كذا، وهذا كله من ايرادات الدوله. ايرادات الحديدات تروح لجيوب الحكومه الانقلابيه. وكذلك ايرادات عدن في صنعاء في ايرادات عدن في البنك المركزي في عدن لم نجد منها اي استثمار في 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 في, في, في انجاز معاناه المواطن. شكرا جزيلا لك اخ عبد العزيز. اتصال اخر الاخ وضاح. اهلا وضاح. ايوه نعم مساء الخير. وضح برايك ما ابرز الاسباب التي عملت على تدهور العمله والى اي حد يمكن ان يستمر هذا التدهور؟ اولا من المعروف اننا في وضع متازم جدا اثناء الحرب الاخيره منذ 4 اعوام، والمجتمع اليمني في صراع دائم، وكذلك الاقتصاد الانهيار الاقتصادي اولا يعتبر احد العوامل التي ادت الى تدهور العمله المحليه ومقابل الريال الاجنبي. اولا كلنا نعرف بان النفط يعتبر احد اهم الموارد للدوله، ويعتبر النفط من بدايه الازمه اليمنيه اي الحرب الانقلاب، من بدايه الانقلاب النفط لم يتم تصديره ابدا من الداخل. فميناء أو نفط في حضرموت للآن متواجد لم يتم استخدامه. فمن المعروف أيضا أن أسباب كثيرة أدت إلى تدهور العملة المحلية مقابل الريال. فقبل فترة وجهت الحكومة اليمنية نداء لقيادة التحالف بسرعة إنقاذ الوضع المالي. وقتها استجابت السعودية وقدمت حوالي 2 مليار دولار والجميع يعرف ذلك للبنك المركزي اليمني في عدن. وهذا الدعم الوارد من العملة الأجنبية لا يعني أنه سيعود سعر الصرف إلى السابق أي ما يقارب 215 مقابل الريال الدولار، لا يعني بأنه سيعود سعر الصرف، لكن هذه تلك الوديعة كانت ما أي من أجل تثبيت سعر الصرف فقط لكي لا يزال. ولكن في الفترة الأخيرة أي ما قبل حوالي يومين سجل الصرف
ارتفاع غير مسبوق، أي 505 للدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني. ولكن الأسباب كثيرة، إذا هناك أسباب سياسية، أسباب اقتصادية. إذا تحدثنا عن الأسباب السياسية، منها احتكار الجماعات الانقلابية للعملة الأجنبية، فمن المعروف. طيب وضح، دعنا نركز الآن على انعكاس هذا التدهور على وضع المواطنين بحسب مشاهداتك. تنعكس، أكيد تنعكس سلبيا هذه التدهور للعملة المحلية، ينعكس سلبيا على المواطن. فمن المعروف أن المواطن في الداخل اليمني يعاني من عدم صرف مرتبات، من عدم وجود أي أعمال يستطيع أن يعمل فيها. فتنعكس أولا، تزداد سعر المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن اليمني بشكل يومي، أي المواد الغذائية مثلا. يعني لأبسط حدود، أصبحت كل شيء مرتفع بشكل يعني أكثر من ما يقارب 100% في الارتفاع، فما يجعل المواطن يعاني أكثر. فهو لم تكتفي الأزمة فقط بأنه قد يتشرب من بيته أو لم يحصل على راتب لمدة لأكثر من 3 سنوات أو 4، فأسعار الصرف زادت فوق حدها، ونتيجة التدهور يعاني المواطن كثير. ومن المعلوم أيضا أننا في مرحلة حرب، صراع دائم، فالمواطن إذا استطاع أن يوفر الدخل اليومي فلن يستطيع أن يؤكل نفسه أيضا، فكيف له بأن يعيل أسرة أيضا في مثل هذه الظروف. أشكرك جزيلا وضح، شكرا لك. نذهب لمشاهدة هذه المادة التي وصلتنا من خلال واتساب أيضا حول الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك أثر كبير لانهيار الريال اليمني على الطلاب، على أوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج، سواء للطلاب الذين عندهم منح دراسية أو الطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة. لكن بالنسبة للذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، معاناتهم أكبر، لأنهم يعتمدون على رواتبهم، والرواتب مقطوعة لأكثر من عامين. أيضا يعتمدون على أسرهم، أيضا أسرهم لا يستلمون الرواتب. مثلا لو على سبيل المثال كان من قبل أسرة الطالب ترسل للطالب ما يعادل مثلا 50,000 ريال يمني، كانت تصل للطالب اليمني إلى الهند أو إلى أي دولة أخرى ما يعادل 200 دولار. الآن 50,000 هذه عندما ترسل للطالب اليمني تصل أقل من 100 دولار، وبالتالي هذه 100 دولار لا تغطي مصاريف الطالب لمدة شهور. الآن حال الطالب اليمني أصبح يطرد من الجامعة، أصبح يطرد من السكن، لا يسمع له دخول قاعة الامتحانات لأنه لم يدفع الامتحانات. فنتمنى من الحكومة اليمنية أن تنظر باهتمام للطالب اليمني وأن تقوم بدورها الكامل وواجبها، خاصة لطلاب النفقة الخاصة. انهيار العملة أدى إلى ارتفاع في الأسعار، الغلاء، المعيشية، يعني المواطن البسيط مش قادر يوفر حتى قوت يومه، كيف يقدر؟ وطبعا مع ارتفاع هذا الدولار والريال اليمني انهار نهائيا، يعني صعب انه المواطن يوفر الحاجات الأساسية مثل الرز، السكر، التغيير، المشتقات النفطية كمان دخلت في معاناة دحين، عندك يبيعوها دحين تنزل السوق السوداء، وصعب المواطن انه يشتريها او انه يعني توفر حتى في محطات البترول. ولهذا السبب هم دحين يعني نمتها كذا بنقص، يعني كل ما تطلع العملة كل ما يزيد انهياره، يعني كل ما تطلع العملة الخارجية تنهار العملة المحلية، وهذا السبب الذي ادى الى انهيار العملة اليمنية، يعني صعب. تابعنا إذن هذه المادة. ينضم إلينا عبر الهاتف المهتم والباحث في الشؤون الاقتصادية والزميل الصحفي محمد الجماعي. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد. أيوة نعم. اهلا وسهلا بك في برنامج منصة. استاذ محمد، نتحدث عن تدهور العملة الوطنية وانعكاس هذا التدهور اليوم على الوضع المعيشي للمواطنين، بالنظر الى اسباب هذا التدهور، هل ما زال هناك مجال لايقاف هذا التدهور؟ نعم، هناك مجالات كثيرة جدا، ولكنها تحتاج الى يعني مؤازرة اقليمية ومن دول التحالف على وجه الخصوص.
هناك موارد محلية تستطيع أن تعوض المفقود من السوق والفارق الذي يوجد بين العملة المحلية والعملات الصعبة بشكل عام، وخاصة المرتبطة بالدولار، والدولار الآن لم يعد يدخل إلى البلد بسبب عدم وجود يعني منافذ للتصدير، سواء تصدير النفط وعدم وجود حسابات حكومية للبنك المركزي والحكومة في الخارج، كلها مقتلة، وبالتالي فتح الحصار على اليمن في هذا الجانب وفتح المجال للتصدير ربما سيعيد نوعا ما الأمور إلى نصابها، وكذلك أيضا عودة المساعدات التي كانت تضخ العملة الصعبة إلى اليمن. ونحن في هذا الإطار نواجه تحدي كبير جدا ربما لا يدركه الكثير من الناس، وهو الحصار الذي يعني مفروض على الحكومة، لا مساعدات، لا دعم محلي، لا دعم يعني لا دعم إقليمي، لا دعم دولي، أغلقت كل المنظمات يعني نافذة اليمن، فلم تعد تدعم إلا بصورة مباشرة وعبر مواد عينية وغذائية من النازحين والكوليرا والتوصيفات التي وصفتها بالنسبة لليمن، ووزعتنا على موائد المانحين بأننا أمراض بالكوليرا ونازحين وفقراء. هناك مجالات دعم منسية ولا تقوم بها تجاه الحكومة ولا تجاه الشعب اليمني، وبالتالي سيظل الارتفاع مستمرا حتى إشعار آخر. طيب بالنسبة للمؤازرة الإقليمية، هناك ربما وديعة قدمت من المملكة العربية السعودية لكن يبدو أنها لم تفعل شيء. الارتفاع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ما زال مستمر ويزداد من يوم إلى آخر، لماذا؟ أيضا موضوع ما الذي يمنع حتى الآن عودة تصدير النفط وتفعيل هذا الباب ربما لدعم الاقتصاد اليمني؟ إذا قلنا الوديعة السعودية، من يقول أنها بدأت يعني سر العمل بها عليه أن يأتي بإشعار ويرفعه للناس ويوضحه للرأي العام أن هناك وديعة وصلت إلى حسابات البنك المركزي في المكان الفلاني أو في البنك الفلاني في البحرين في أي مكان. لم تصل هذه الوديعة إلى مكانها الذي يعني أودعت من أجله، وإلا لكان الناس قد بدأوا يلمسون أي أثر لها. لا أعتقد أخي أن هناك يعني صحة لكل ما يقال عن وصول الوديعة السعودية. البنك المركزي محاولاته الأخيرة لاجتذاب المال المحلي، اجتذاب التجار والمودعين ويعني الاعتمادات لم تجدي، لأن الناس يعرفون أن البنك ليس لديه دولارات حتى الآن، ليست لديه إمكانية بالتصرف بهذه الوديعة. وأنا دائما يعني أركز على موضوع الوديعة، لأنه لو صح أن ريالا واحدا سعوديا أو دولارا أمريكيا وصل إلى حسابات اليمن، فمعنى ذلك أن اليمن تجاوزت الحظر المفروض عليها من جميع دول العالم ومن جميع بنوك العالم، ولكن لم تصل، وبالتالي أثرها مفقود. والبنك المركزي يحاول اجتذاب التجار والموردين عن طريق دعم بعض السلع، أعلن في المرة الأولى عن 3 سلع ثم بعد ذلك 2، محاولا اجتذابهم بطرق انتقدها كثير من الناس وقال أنها ليست مجدية، وربما هي واحد من أسباب تدهور العملة، لأن الإشاعات تزيد والإشاعات حول الطباعة تزيد، وبالتالي ما يحصل الآن في السوق هو أيضا حركة صرافين ومضاربات، ليس هناك قياس على العرض والطلب ولا أثر لهذا الموضوع. الأثر الآن هو يعني موضوع متعلق بموضوع الحركة والمضاربة بالعملة بصورة سيئة في السوق. بالنسبة لتصدير النفط، علمنا أن هناك تصدير سيتم عبر شحنات من شركة OMV التي في عتق في شبوة، وهذا خبر جيد، ولكن نتساءل إلى أين ستذهب الأموال وكيف ستعود الأموال إلى اليمن، عبر أي حساب وعبر أي بنك؟ طيب سؤال أخير، إذا ما حاولنا قراءة المستقبل بالنسبة للوضع الاقتصادي، هل يمكن أن تشهد العملة الوطنية مزيد من التدهور؟ كيف ترى القادم بحسب المعطيات والمؤشرات المتوفرة حاليا؟
طالما والحكومة تواجه تمرد داخليا من قبل فروع البنك في صنعاء وفي غيرها، وتواجه أيضا حصارا خارجيا، ولم تستطع الوديعة السعودية أن تنفذ وأن تكون جاهزة لسريان العمل بها، ولم يصدر النفط، سيظل تدهور النفط تدهور العملة اليمنية مستمرا، خاصة وأن الموارد لا تجتمع على البنك المركزي في عدن، والحكومة سيطرتها على السوق يعني نستطيع أن نقول أنها نسبية بسبب كما تعلم يعني هناك قوى كثيرة يعني تعمل على عدم تمكين الحكومة وعملها، وبالتالي يظل هذا الموضوع يعني كابوسا على رؤوس اليمنيين طالما وهناك أجندات داخلية تعمل ضد عمل الحكومة الشرعية متمثلة الآن في الحكومة الجيش الذي في الجبهات وفي استعادة الدولة ومؤسساتها. أي عرقلة لهذه التي ذكرتها الآن ستعتبر هي شوكة في طريق الاقتصاد اليمني وتحرير اليمن، وسيظل الريال في تدهور. الريال هو عبارة عن جزء من منظومة متكاملة أساسها أولا هو الفساد أو لنقل الاختلاف السياسي الذي حصل، ثم بعد ذلك الحرب ونهب الميليشيات، ما بعد ذلك يأتيك تفاصيل ليس إلا. شكرك جزيلا الزميل الصحفي والباحث الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، شكرا لك. اتصال الأخ محمد عامر طالب في الهند، أهلا بك أخ محمد. بالنسبة لهذا التدهور في العملة الوطنية، لو نركز على نقطة، كيف انعكس هذا التدهور على وضعكم كطلبة في الخارج؟ أهلا وسهلا بك أخي كريم. بالنسبة للانهيار المتواصل والمخيف والذي أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين وتسبب بارتفاع جنوني ومخيف للمواد الغذائية والدوائية، في ظل وضع متأزم ومأساوي يعيشه المواطنون وبالأخص الموظفين والذين دفعت مرتباتهم كامل عامين. بالنسبة لطلاب النفقة الخاصة في الخارج فتواجه أسرهم التحدي الأكبر في إيجاد المبلغ الكافي لإرساله إلى ابنهم أو ابنتهم الدارس في الخارج في ظل انقطاع للمرتبات وتدهور للعملة. يعني 60,000 ريال يمني لا تساوي إلا 100 دولار أمريكي ولا تكفي الطالب حتى لأسبوع واحد، ويزد على ذلك تحدي الرسوم الدراسية والتي تبدأ من 1000 دولار أمريكي. أيضا يواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة الكثير والكثير من المعاناة في ظل انقطاع رواتب معيديهم المستمر والانهيار المتواصل والمخيف للريال اليمني مقابل الدولار، وهذا ما أثر سلبا طبعا على مستواهم النفسي والعلمي، وتوقف الكثير منهم طبعا عن دراستهم الجامعية بسبب عدم قدرتهم سداد الرسوم الدراسية، والبعض لم يتبادى حتى رسوم السكن. حقيقة يعيش طلاب النفقة الخاصة في الخارج وضعا مأساويا يستدعي تدخل الحكومة عاجلا للمساهمة في تخفيف العبء عليهم، إما بفرض مساعدة مالية عاجلة أو المساهمة في سداد رسومهم. للأسف الشديد الطالب اليمني في الخارج يعاني معاناة كبيرة جدا، فإذا كان مبتعث فهو يواجه مشكلة تأخر مستحقات أو البعض نزلت معهم، وإذا كان من أصحاب النفقة الخاصة فهو يواجه المعاناة الأكبر، فتجد راتب معيل ومنقطع والعملة المحلية في تدهور مستمر، فلا يستطيع الإيفاء بالتزاماته المالية من رسوم الجامعة والسكن والمعيشة، فيعيش في وضع صعب جدا. يجب على الحكومة اليمنية أن تولي الطلاب اليمنيين اهتماما كبيرا، فهم مستقبل اليمن وهم من سيعود بالنفع للبلاد. فرض مساعدة مالية للطلاب النفقة الخاصة ليس بالأمر الصعب حقيقة، فقد يحتاج إلى شعور بالمسؤولية من قبل الحكومة اليمنية، فالطلاب اليمنيين في الخارج هم أعظم مشروع استثماري سيفيد البلاد. أيضا الحكومة اليمنية استأنفت عملية التصدير للنفط الخام، نتمنى أن يؤثر ذلك إيجابا على اقتصاد البلد وأن تصرف مرتبات الموظفين بانتظام وتستقر العملة المحلية كي يتمكن المواطن من العيش الكريم، وكما سيأثر ذلك على طلاب النفقة الخاصة ويستطيعوا سداد رسومهم. أشكرك جزيلا محمد عامر من الهند. من عدن تنضم إلينا الأخت أمة الرحمن، أهلا بك يا أمة الرحمن. أهلا وسهلا فيك وسعيدة جدا تواجدي معك. مشاركتك في موضوع هذه الحلقة كمواطنة، كيف تنظري لتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وانعكاس هذا التدهور على الوضع المعيشي؟ طبعا بالنسبة للعملة الأجنبية هي تتصاعد تصاعد غير مسبوق في الأيام الأخيرة،
خاصة أصبح الدولار يسجل رقما قياسي ما يقارب 512 للدولار الواحد. هذا يؤدي إلى فقدان العملية الشرائية يوما بعد يوم وتراجع معدل الدخل إلى أدنى مستوياته. بالنسبة لإنعكاساته هي إنعكاساته كثيرة جدا سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين أنفسهم، فيؤدي إلى توقف أغلب البنوك ومحلات الصرافة عن مداولة البيع والشراء. هذا التوقف والارتفاع الحاد لسعر العملة الأجنبية يقود البلاد إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار المنتجات الأساسية في السوق اليمني، خاصة أن هذه الانعكاسات الخطيرة جاءت في وقت انقطاع المرتبات، انقطاع جزء من المشتقات النفطية في ظل أزمات خانقة شتتت بالشعب اليمني ضاعفت من آلامه ومعاناته. فمرتب الموظف اليوم لا يستطيع أن يوفر فيه سلة غذائية متكاملة، خاصة أن أغلب الموظفين لم يستلموا رواتب، كذلك من يستلم الرواتب هناك خصومات، فهناك تدهور غير عادي بالنسبة للعملة المحلية، مما يؤدي إلى أن الشعب اليمني أصبح يعيش اليوم أزمات متراكمة أحدثت سخط شعبي واسع وكبير جدا. لذا نحن نقول هنا لابد للحكومة وكذلك للجهات المختصة في هذا الأمر أن تتحمل كافة المسؤولية وما يترتب على هذه الأزمة من تداعيات ومضاعفات كانتشار الأسواق السوداء، كذلك تردي الخدمات، تدني الدخل الاقتصادي للبلاد. أشكرك جزيلاً أمة الرحمن من عدن. اتصال من تعز الأخ مجدي القباطي. مجدي أهلاً وسهلاً بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مجدي، انعكاس هذا التدهور على وضع المواطنين في تعز، هل تلمسوا يعني هل تلمسوا أي إجراءات من قبل السلطات المحلية ربما لمعالجة الوضع، يعني ضبط ربما المضاربة بالعملة من قبل البعض التجار وفي السوق العملة داخل المدينة؟ نعم، بالبداية نحب أن نشكر قناة بلقيس لتلمسها لهموم الناس. طبعا مشكلة محافظة تعز وأكبر من أن تقوم السلطة المحلية في محافظة تعز بحلها. أسباب كثيرة أدت إلى هذا الانهيار. لو رجعنا قليلا لمعرفة الأسباب من أجل أن نعرف ما هي الحلول الممكنة. بالنسبة للأسباب أعتقد كمتابع و لست خبير اقتصادي، لكن كمواطن عادي أعتقد أن الأسباب هي تأخر الحسم العسكري. البلاد دخلت في حرب طويلة، الحرب أنهكت الدولة، أنهكت المواطن، أنهكت في حسم هذه الحرب. أيضا بعض أطراف التحالف تقوم بأدوار تضعف الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الأسباب أيضا التي أدت إلى هذا التدهور ضعف أداء الحكومة، ينعكس بشكل عام على ضعف الأداء في الجانب المالي. أيضا وقف الصادرات التي كانت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الدخل والموازنة العامة للبلاد، وقف مصادر الدخل التي كانت تعطي الميزانية السنوية، وأيضا في الفترة الأخيرة طبع العملة التي تحل لنا مشكلة مؤقتة وتصل لنا مشكلة مستقبلية. هذه أسباب أدت إلى هذه المشكلة التي هي مشكلة تدهور العملة. انعكاسات هذه المشكلة على تعز أيضا كبقية المحافظات بالتأكيد المواطن سيتضرر من هذه المشكلة. وبحسب سؤالك ما هو دور السلطة المحلية، لا أعتقد أن السلطة المحلية في تعز قادرة على حل هذه المشكلة، ولا أيضا محاولات للسلطة المحلية في بقية المحافظات في عدن في صنعاء لحل هذه المشكلة. طيب أشكرك. هذه المشكلة تسببت اكمل تفضل مجدي. مرحبا.
لا تفضل تفضل. أيوة. هذه المشكله، هذا الانهيار طبعا يثقل على كاهل المواطن، المواطن مطحون منذ 3 سنوات. هذه المشكله ايضا الانهيار سيؤدي الى طاحن ما تبقى من المواطنين الفقراء، ايضا ممكن ان تصل يصل ضرر هذا الانهيار الى ليس فقط على الفقراء، على ارتفاع بالاسعار، ارتفاع بالخدمات، ايضا ياتي هذا الانهيار في ظل محافظات كثيره القادعه في تحت الانقلاب. نعرف انه لا توجد لموظفيها رواتب منذ اكثر من سنه، وجاء الانهيار ايضا ارتفاع اسعار العمله ليضاعف الهموم ويضاعف المعاناه لهؤلاء. بالاخير نطالب التحالف بحسم هذه المعركه، بعمل جاد وحلول جذريه لهذه المشكله. لا الى حد الان ما نلاحظه من جهود من الحكومه لا تفي حتى بالحد الادنى من المعالجه لهذه المشكله، ونامل ان يتنبهوا لهذا المشكله ويخففوا من معاناه المواطنين، ونامل ان يتحسن الوضع في القريب العاجل. اشكرك جزيلا مجدي من تعز من المملكه العربيه السعوديه اللي ينضم الينا الاخ نبيل. اهلا وسهلا بك نبيل. السلام الله عليك وعلى الجمهور الكريم. كيف تنظر للتدهور الحاصل في العملة وانعكاس هذا التدهور على الوضع المعيشي؟ ربما يقال أن المغتربين أو من يعمل ويستلم راتبه بالعملة الصعبة ربما أنه لم يتأثر بهذا التدهور، هل هذا صحيح؟ أجيب على آخر سؤالك، بالعكس المغترب صحيح قد يكون فارغ الصرف يضاف الى رصيده، لكن بالاخير غلاء الاسعار، يعني كان الواحد قد يرسل مثلا 1000 ريال سعودي، لكن الان مضطر ان يرسل 1500 الى 2000 ولا يكفي، لا يستطيع ان يدخر من ذلك. هو صحيح فارق الصرف قد يفيد المغترب، لكن بالاخير تخرج هناك يعني فارق الصرف يخرج بالغلاء الاسعار وغيرها والتنقلات واشياء، لكن قد يكون هو احسن حاله من الذي في الداخل بحكم انه يستلم راتبه بالعمله الصعبه، وقد يكون المغترب كما يشير اقتصاديين وغيره هو رافد اساسي للاقتصاد ومنعهم من التدهور اكثر منذ بدايه الحرب. لكن هذا بشكل خاص، لكن بشكل عام أخي الكريم أزمة الريال هي أساسا ناتج عن الأزمة السياسية، الأزمة السياسية التي طحنتنا منذ سواء حتى من عهد علي عبد الله صلاح ونحن في أزمات إلى الثورة فبراير إلى الانقلاب المشؤوم الذي دخل علينا ونحن في أزمة اقتصادية طاحنة، هذا أكيد أثر على الاقتصاد. كذلك التوظيف الاقتصاد في الصراع سواء في الشرعية أو الانقلابية، لنتذكر جميعا أن نقل البنك المركزي كما يقول أحد الاقتصاديين حينها أنه حسم نصف جبهة الشرعية، لكن لم تستغل الشرعية ذلك للاستخدام بنقل البنك المركزي، كانت تستطيع أن تتغلب وتجعل الحوثي ينهار في المناطق ويحاصر بكثير، لكن لم يستفيدوا. نحن وأنا الذي تكلمت والذي تكلم قبلي أن الحوثي سبب رئيسي، كلنا صحيح بالفعل سبب رئيسي وهو سبب التدور وهو سبب الأزمة، لكن أين الرجال الشرعية؟ أين الاقتصاديين الشرعية؟ أين الحكومة الشرعية؟ أين الحكومة تحل مثل هذه الإشكاليات؟ لا نجلس ننتظر التحالف حتى يدعم البنك المركزي ويرفده بسيولة أو وديعة أو غيره، يستطيع أن نحافظ على المنافذ البحرية والبرية وأن تكون مردودتها للبنك المركزي، وكذلك رسم سياسة اقتصادية، هذا رسم سياسة اقتصادية للصرافين من البنك المركزي، هذا ليس كلامي أنا كإعلامي، لكن الاقتصاديين كلهم يشيرون إلى ذلك. أنا تواصلت مع أحد دكتور اقتصاد في جامعة عدن يشير بهذه النقاط التي تكلمنا بها. كذلك عدم تداول العملة مؤخرا، عدم تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا
كارثة سببت لكذلك منع تدفق الغاز إلا بالعملة الجديدة، وهذا ضاعف وكله يتحمله المواطن ما دام أن ميليشيات الحوثي تعبث وتعبث لاستقرار اليمن واستقرار البلد ولا الاقتصاد. يعني إذا أتيت إلى مشرفين يوردون الأموال إلى الخارج يشترون عملات صعبة ويوردوا أموال إلى الخارج كلما ضاق الخنق على الحوثي هذا سبب أزمة. كذلك الصرافين في الشوارع، يعني كما قلت لك في بداية نقطتي السبب هو سياسي، السياسة غابت الحكومة غابت القوانين الراجعة كلها أدت هذه إلى تدهور الريال في كل المجالات. لم يعد الأمر يعني الاقتصاديين حتى يعلو صوتهم، بل صار واضحا للعيان للاقتصاديين للاجتماعيين لكل الفئات الشعب أن هذا السبب هو هذه أسباب واضحة ومعروفة. على الحكومة الشرعية بالأخير أن تعالج الوضع وتجعل من البنك المركزي في عدن رسم سياسات السيولة المحافظة على السياسة النقدية. كل هذه الأسباب أخي الكريم ستعافي من الريال، لكن أن تنتظر الوديعة أن تأتي من دول التحالف وغيره هذه كلها مسكنات ومهدئات. فقط نتذكر عندما ارتفع الدولار وارتفع الريال السعودي إلى 100 ريال أتت الوديعة وتعافى الريال، ولكن بعد أيام عاد. وهكذا يعني المسكنات في الاقتصاد لا تنفع، نحن نتعامل مع أرقام على الرئيس هادي على الحكومة الشرعية أن يجعلوا من الاقتصاديين والاستشاريين ورسم سياسة للبنك وغيره يعني يوظفوا أصحاب الاقتصاد في هذه المجالات، لكن وكلاء وغيرهم لا يفهمون بالاقتصاد وكل من يتناول الاقتصاد لا يعرف بالاقتصاد شيء. هذه مصيبة، مصيبة التعيينات. وإلا نقل البنك المركزي كان معركة حاسمة وقاسمة للحوثيين، لكن لم يستغلوا رجال الشرعية في سياسة غبية في بعض الأحيان يدفع ضحيته الشعب. أختامي أشكرك نبيل الفقيم من السعودية، شكرا جزيلا لك بهذه المداخلة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم بمشيئة الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.